ربنا موجود. كلنا بخير. بتقول أنا نادرة من 28 سنة نادر عبارة عن خروف، ولم أوفي بهذا النادر إلى الآن، وقد آن الأوان لأن أوفيه، ولكن أريد أن أضع ثمن الخروف 300 جنيه لماري جرجس بدلا من شراء الخروف، لأن عملية شراءه وإرساله متعبة. هو المتعب أنك أنت اتأخرت 28 سنة، ومين قال ان الخروف ثمنه 300؟ احنا مش هنفصل، لكن دلوقتي الخرفان زاد، ده فيه خرفان بألف جنيه، صحيح؟ خروف درجة اولى او الكتاب بيقول في النادر انك انت خير لك انك لا تندر من انك تندر ولا تفي، فعدم الوفاء خطيه. تاني حاجه بيقول اذا نظرت نظرا لا تتاخر عن الوفاء به، يعني انت عليك خطيه التاخير بتاع 28 سنه دي. مش عارف ضميرك طول مدة 28 سنة كان ساكت ليه، كويس انه صح. ما دام نادرت خروف تجيب خروف، مش لان ربنا بيحب الخرفان، لكن ربنا يحب ان الواحد يكون امين في الوعد اللي يوعد به ربنا. ما دام وعد ربنا بوعد ينفذه وما يتأخرش وما يغيروش. فانت الوضع السليم تجيب خروف لربنا، ولو خروف لسه مولود مفطوم جديد من امه، ولو مفطوم جديد يعني، لكن ما فيش تغيير الندر. واحده بتقول هل يحل للفتاه المخطوبه مسك الشمع في الافراح؟ ده على حسب رضا خطيبها، ان كان يرضى او ما يرضاش، لان هي ما دام بقت مخطوبه لازم ترضي خطيبها وما تخليهوش يزعل. اذا كان يتضايق انها تمسك شمع في الافراح بلاش، ان ما كانش يزعل ما فيهاش حاجه من ناحيه ربنا. سؤال: ما معنى كلمة إكليروس؟ هل هي ردة شماسية أم ملائكية؟ هي مش ردة، إكليروس يعني نصيب، يعني نصيب ربنا. فأصبح رجال الكهنوت الناس المكرسين لربنا كل الطغمات، من شمامسة إلى كهنة إلى أسوس أسقفة بطاركة، كلهم إكليروس. فالإكليروس كل رجال الكهنوت اللي هم من نصيب ربنا، بتوع ربنا يعني، مش رتبة، تشمل كل الرتب. واحدة كانت بعتت عندها لأخ واحد، بعت أخ مصاب بشلل الأطفال وكان طلب مكنة يجي يوم الاثنين او الثلاث او الاربع،
في البطرخان، الاثنين او الثلاث او الاربع، بيقول يجي امتى وياخدوه. وتوصل له ازاي ده؟ او عربية توصله، معلش. يجي الاثنين او الثلاث والاربع اللي هي الايام اللي احنا بنكون موجودين فيها بنعمة ربنا في البطرخان. واحد بيقول انا خاطب واحدة وانا اكبر منها 10 اعوام. يتوقف على سنك انت كام؟ ممكن حكاية 10 اعوام تمر بطريقة ابونا ابراهيم وامنا سارة، كان فرق بينهم وبين بعض 10 اعوام. واحد بيقول ارجوك يا سيدي تجبني على سؤالي، لماذا تنقلب افراحي الى احزان؟ لازم قلبك من جوه يكون فيه الفرح جوه قلبك، ما تكونش متشائم، ما تكونش متضايق، ما يكونش عندك نظرة سيئة للمستقبل. يعني اللي قلبه مملوء بالفرح ما بيهموش، عمره ما يحزن أبدا، لأنه دايما مبسوط. فلما تتحول أفراحك لأحزان يبقى معناها أنت نفسك قابل للحزن أكتر. خليك مبسوط باستمرار، ما تضايقش. واحد بيقول ورد في رسالة بولس الرسول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. فهل المقصود بالسلاطين رجال الكهنوت أم رجال السلطة والحكام؟ كليهما. يعني مفروض أن الإنسان يخضع للرئاسات، لكن برضو إلى الخضوع للرئاسات نحط جنبها الآية اللي بتقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. فكل النظام نخضع له ما دام هذا النظام ليس ضد الله. واحد بيقول لماذا نؤمن بشفاعة القديسين، وهل القديسون يستجيبون لنا أو لا يستجيبون إلى آخره؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال، لأن يوجد في هذا الاجتماع شخص تابع للطوائف الأخرى وجاء الاجتماع مخصوص ليسمع الإجابة. هو غالبا السؤال ده من المرة اللي فاتت يمكن، فيبقى مش هتنطبق. إذا كنت أنت عايز تديله فكرة كويسة عن شفاعة القديسين، في الكتاب اللي احنا طلعناه عن باسم اللاهوت المقارن في باب كبير كاتبينه عن شفاعة القديسين، باب طويل قوي يعني ما اقدرش الخصه الوقت. فتقدر انك انت تديله الكتاب ده يقراه او تقرا اللي فيه وتوصله له. واحد بيسال عن الذين لهم شهوه الانتقاد. في ناس دايما يحبوا ينتقدوا مهما كانت النواحي كويسه، لا ينظرون الا الى شيء يتعبهم عشان ينتقدوا. دي تختلف من واحد لواحد. انسان عنده النظرة الطيبة وانسان عنده النظرة السوداء. وعلى رأي المثل واحد بيقول دايما الوردة محاطة بأشواك، ففي انسان يبص للشوك وما يبصش للوردة، وفي انسان يبص للوردة وما يبصش للشوك، وفي انسان يبص للوردة والشوك مع بعض. فالناس اللي عندهم ناحية الانتقاد ما يبصوش غير للسواد الموجود، للنقط السيئة الموجودة، ما عندهمش حب امتداح النقط الطيبة في حياة الناس. يعني
مثلا لو بص لكاتدرائية زي الوقت بدل ما يشكر على كل عمل الرخام الموجود فيها واللي تم بطريقة جميلة جدا، يقول دخلنا ولقينا حوالين العمود ده فيه شدة ما الواحد ما يقدرش يقف جنبيها، وحوالين العمود ده برضو هنا وما يفتكرش غير كده. طب والحاجات الكويسة؟ لا 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 لا، مش تمام. فما يبصش غير للنقط اللي ما تعجبوش. وفي ناس غاويين كده، غاويين انهم يبحثوا عن النقطة الوحشة، غاويين. ودول طبعا بيتعبوا نفسهم ويبقى قلبهم خالي من المحبة وخالي من العدل ومن تقدير الآخرين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان اكلمكم عن خطيه بيقع فيها كثير من الناس، وهي خطيه البر الذاتي. البر الذاتي يعني ايه؟ البر الذاتي يعني كما قيل عن أيوب الصديق إنه كان بارا في عيني نفسه، يعني إنسان بار ويشعر في نفسه إنه بار فيكون بارا في عيني نفسه. في إنسان يحب يكون بار ليس فقط في عيني نفسه، إنما بار في أعين الناس، بل حتى في إنسان يحب يكون بار أمام الله. والإنسان اللي بيحب يكون بار في عيني نفسه يحب أيضا أن يكون حكيما في عيني نفسه، يعني يظن في نفسه أنه بار ويظن في نفسه أنه حكيم. الإنسان البار في عيني نفسه لا يلوم نفسه، لا يحب أن يلوم نفسه، ولا يحب أن يلام من الآخرين، بل ربما على العكس يحب باستمرار أن يلقى المديح والإعجاب من كل أحد. والشخص الذي لا يلوم نفسه وعنده بر في عيني نفسه ممكن يبقى زي الفريسيين، يعني في مثل الفريسي والعشار. السيد المسيح لما لام هؤلاء الناس قال في لوقا 18، قال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين، إن دخل الهيكل فريسي وعشار. الفريسي كان بارا في عيني نفسه وفي نفس الوقت يحتقر غيره، يعني مش كفاية على نفسه انه بار، يحتقر غيره. ولذلك لما وقف يصلي قال اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا العشار، يعني يبرر نفسه ويحتقر غيره، يقول على غيره ان هو مش مظبوط. وإذا اصطدم بغيره يأتي بالملامة على غيره وليس على نفسه.
يعني مش ممكن يطلع نفسه غلطان، ممكن يطلع غيره غلطان، وجايز يظن الظنون في الآخرين، وجايز يشك شكوكا في الآخرين، وجايز يظلم الآخرين فيما يلومهم، وجايز يكون قاسي في أحكامه. كل ده لأنه يريد أن يكون بارا في عيني نفسه. المسألة دي بنجدها كثيرا في الخلافات الزوجية وفي الخلافات بين الأصدقاء، كل واحد يجيب العيب على التاني لكي يكون هو بارا وغيره هو اللي غلطان. طبعا المسألة دي عايزة شيء من الحب وشيء من الاتضاع، اللي يحب غيره ما يجيبش اللوم على غيره، والمتضع ما يجيبش اللوم على غيره، يجيب اللوم على نفسه. الشخص الذي لا يلوم نفسه إنما يلوم الآخرين بسهولة يمكنه أن يفقد أصدقائه ويفقد أحبائه، وجايز يكون كثير العتاب، وجايز يكون قاسيا في عتابه لأنه يحب أن يجيب الملامة على غيره مش على نفسه. الشخص المتضع باستمرار يأتي بالملامة على نفسه في كل شيء. الشخص الذي يلوم غيره ممكن يقع في خطية الغضب، وممكن يقع في خطية الإدانة، وممكن يكون كثير الجدل والنقاش، بالجدل والنقاش يحاول أن يبرر نفسه، وجايز تكون حكاية صغيرة تمر بسهولة تلاقيه يتكلم فيها كتير ويثبت انه بار ويثبت ان له الحق، وياخد وقت في جدل وفي نقاش لانه لا يلوم نفسه. لكن الشخص اللي بيلوم نفسه ومش بار في عيني نفسه تلاقي المناقشة معاه سهل، قول له انت غلطان يا فلان، يقول ايوه لك حق علي في الموضوع ده ويسكت، يعني مش صعب في المناقشة. أصعب حاجة إن الإنسان يكون له مقياسان مختلفان في الحكم على الأمور، مقياس بالنسبة لنفسه يبرر ذاته في كل أمر ويبدو كما لو كان بلا خطية بلا عيب بلا خطأ على الإطلاق، ومقياس آخر في نفس الأمور بالنسبة لغيره، غيره غلطان في كذا وغلطان في كذا وغلطان في كذا، وجايز الموضوع هو هو. حكاية تبرير النفس جات من أول أبونا آدم وأمنا حواء، فآدم أراد أن يبرر نفسه بأن يلقي بمسؤولية الخطية على حواء، وحواء أرادت أن تبرر نفسها بأن تلقي بالمسؤولية على الحية، ولا واحد منهما أتى بالملامة على نفسه. دائما يلجأ إلى الأعذار وإلى التبريرات، سواء كانت أعذار حقيقية أو غير حقيقية، زي قصة آدم وحواء، مجرد أعذار. هذه الأعذار تكون تغطية للخطية وليست علاجا للخطية. يعني باللي بيبرر نفسه بالأعذار ده بيحاول يغطي على الخطية لكي لا تظهر، لكن ما بيعالجهاش. شوفوا شاول الملك
لما قدم ذبيحة برضو حاول أن يبرر نفسه، مع أن الخطأ واضح جدا. تقديم الذبائح من اختصاصات الكهنة وهو ليس كاهنا، لكن قال برضو لصموئيل: أنا لقيتكم أنكم تأخرتوا والحرب كانت زايدة علي، فأسرعت وقدمت الذبيحة. يعني برضو أراد أن يبرر نفسه. حتى أبونا إبراهيم لما قال عن سارة إنها أخته أراد أن يبرر نفسه، مع أنه وقعهم كلهم في إشكالات. قال: أنا قلت إن هذا الموضع لا يوجد فيه خوف الله، فلو عرفوا أنها زوجتي يقتلوني. طب يا أبونا، ما دام عارف إن الموضع ده فيه خوف الله، جيت ليه فيه؟ إيه اللي جابك في حتة ما فيهاش خوف الله؟ ولما لقيت ما فيهوش خوف الله قعدت فيه ليه؟ وهل أنت كنت مطيع لله اللي قالك اذهب إلى الأرض التي أريك؟ هو أراك الحتة دي، إلى آخر هذا الكلام. لكن العجيب إن اللي بيبرر نفسه ممكن يستمر في الخطأ. ولذلك نلاقي أبونا إبراهيم في هذا الموضع جعل الحكاية دي تبقى قاعدة. بيقول إيه: وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها، قلت لسارة يعني: هذا معروفك الذي تصنعين إلي، في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخي. الله، يعني بس مش حكاية أبي مالك دي، بقت قاعدة. في كل مكان أذهب إليه قولي إن ده أخي. الشخص اللي يبرر نفسه ممكن إن ضميره يغير أحكام الأمور، لأن مادام كل حاجة بيبررها خلاص الضمير مش هيحكم حكم مظبوط، يفقد الضمير صلاحيته للحكم، بحيث انه يعمل اي حاجة والسبب موجود، العذر موجود، التبرير موجود، يبقى خلاص نعمل زي ما احنا عايزين. يختل الضمير ويختل العمل، بل ممكن تختل القيم والمبادئ ايضا، لان ما دام في اعذار يبقى القيم والمبادئ مش هتمشي مظبوطة. ممكن كل خطأ له عذره، كل خطأ له عذره وله تبريره، يبقى تضيع القيم والمبادئ. في ناس كتير يعني يلاقي عذر لأي حاجة. صاحب الوزنة الواحدة الذي لم يتاجر بها ويربح برضو وجد عذر، وقال لصاحب الوزنة، قال له: أنا عارف أنك أنت تريد أن تربح من غير ما تتعب، وإنك وإنك وإنك، عشان كده دفنتها في التراب. يعني وجد له عذر. بالنسبة للخواف، الكتاب يقول: قال الجبان الأسد في الطريق، خايف. الكسلان بيقول الأسد في الطريق، يعني بيجد عذر. وممكن الواحد يعتذر عن الفضيلة بالعوائق، لكن الناس بتوع ربنا لا يعتمدون على الأعذار والتبريرات التي تقف أمامهم في طريق الفضيلة ولا في طريق العمل الصالح. يعني داود لم يعتذر عن الوقوف أمام جولياط، كان يقدر يلاقي كذا عذر. هو مش من رجال الحرب، ما حدش قال له خش في الموضوع، الراجل كبير ويخوف كل الناس، خايف. يقدر، لكن هو لم يلجأ الى الاعذار. التبريرات دي ما تنفعش ابدا،
اللي عايز يبرر نفسه في الامتناع عن الفضيلة بأنه يجيب أعذار، الأعذار لا تنفعه أبدا. داود لم يلجأ إلى الأعذار لما أسد خطف شاة من قطيعة، له كل العذر، لكن قال لا، لازم أقوم بواجبك راعي صالح مهما كان العذر اللي أمامه. البر الذاتي أيها الأخوة والأخوات لا يمكن أن يسندنا في اليوم الأخير أبدا أبدا أبدا. لا يمكن أنك تعتمد على البر الذاتي أو تعتمد على الأعذار أو تعتمد على التبريرات، كلها أمور واهية. والذي يلتمس لنفسه عذرا ويبرر ذاته يبقى في خطيئته ولا يصلح نفسه. سعيد هو الإنسان الذي يلوم نفسه على كل خطأ، لأن لوم النفس هو بداية الطريق إلى التوبة. لوم النفس هو بداية الطريق إلى التوبة. اللي عنده بر ذاتي مش ممكن يتوب، لكن اللي يلوم نفسه ممكن ان هو يتوب. القديس مكاريوس الكبير بيقول احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. تلوم نفسك احسن ما يلومك غيرك. الذي لا يلوم نفسه ممكن أن يقع في لوم غيره، ممكن يقع في الغضب، ممكن يفقد الاتضاع. عشان كده المسيح قال اخرج في الأول الخشبة التي في عينك قبل أن تخرج القزة التي في عين أخيك، حينئذ تبصر جيدا. الذي يبرر ذاته ويقع في البر الذاتي لا ينال المغفرة، إنما المغفرة تأتي بالاعتراف بالخطية، بالاعتراف بالخطية وتركها والبعد عنها. وإن الإنسان يلوم نفسه ويلوم نفسه من عمق قلبه، مش مجرد مظاهر خارجية أو مش مجرد طرق للتخلص من عقوبة أو لترطيب الجو. القديس الأنبا أنطونيوس بيقول إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. وبيقول إن دنا أنفسنا رضي الديان عنا. طب اللي بيقع في البر الذاتي ده نقول له هل أنت إله لا يخطئ؟ البشر كلهم بيخطئ، إيه لزوم البر الذاتي ده؟ أيضا اللي واقع في البر الذاتي نقول له كيف تصلي كل يوم في الصلاة الربانية وتقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمن أذنب إلينا، اغفر لينا خطايانا كما نغفر لمن أخطأ إلينا. إذن كأنك بتعترف أنك أنت أخطأت في الصلاة الربانية، فهل تبقى متناقض مع نفسك بالبر الذاتي ولا فعلا شاعر بأنك أنت غلطان؟ يريد كل واحد يفحص ذاته جيدا في غير مجاملة، ويدين نفسه تماما، ويلوم نفسه عن كل عيب وعن كل خطأ وعن كل سهو. يلوم نفسه على خطايا الفكر، على خطايا القلب، على خطايا الحس، على خطايا العمل. يلوم نفسه على التقصير
من جهة الله ومن جهة نفسه ومن جهة الآخرين. إن كان الإنسان يلوم نفسه لا يقع في البر الذاتي، وإن كان لا يلوم الإنسان نفسه ربنا جايز يبعث له واحد يلومه أو يظهر له أخطائه عشان يصحيه من غفلته. فإن جالك واحد وقال لك كلمة صعبة وقال لك أنت غلطت في كذا وكذا وكذا، أشكره على هذا بحيث أن يكون هذا الشخص عادلا وبيتكلم كلام عن حق. ولذلك يقول الكتاب: أمينة هي جراح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. أمينة هي جراح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. سواء كان هذا المحب ضميرك اللي يوبخك ويتعبك عشان ينقذك، أمينة هي جراح الضمير، أو سواء كان هذا المحب هو صديق ليك بيعاتبك ويقول لك انت غلطان في دي، او سواء كان هذا المحب روح الله القدوس الذي يعمل في قلبك، او سواء هذا المحب الذي يوبخك ويجرحك هو آية من الآيات تقراها، او كتاب روح تقراه، او عظة روحية تسمعها. أمينة هي جراح المحب. ما دمت أنت ما بتلومش نفسك ممكن ربنا يبعت لك اللي يلومك، فما تزعلش منه. وإن زعلت منه يبقى مش هو اللي بيأذيك، اللي بيأذيك عدم احتمالك أو عدم رغبتك في إنك تصلح نفسك، او جايز اللي بيأذيك كبريائك اللي بتجيب لك البر الذاتي، عدم اتضاع، لان المتضع يقول انا غلطان، يقول اخطيت. شوفوا داود النبي لما قام ضده شمعي ابن جيرة وسبه بطريقة متعبة، وأصحاب داود أرادوا أنهم ينتقموا من شمع بن جيرة، داود قال لهم لا اتركوه، الله قال لهذا الإنسان سب داود، ده جاي يذكرني بخطاياي القديمة، أنا ما تعبش منه، جاي يذكرني بخطاياي القديمة. داود لأنه كان يلوم نفسه لما سمع هذه المسبة من الخارج لام نفسه، قال أنا أستحق، أنا غلطت قبل كده. اللي ما يلومش نفسه من الداخل ما يقدرش يحتمل كلمة من الآخرين، ليس لأن الكلمة صعبة، إنما لأنه هو من جوه مش عايز يخطئ نفسه أبدا. إذا حاول إنك أنت تلوم نفسك، ودرب ذاتك على إنك أنت تلوم نفسك، على شرط إن لوم النفس يكون باقتناع، باقتناع داخلي، لأن ياما إنسان يقول أنا أخطيت، أنا أخطأ من الكل، أنا إنسان، ولو واحد قال له كلمة يزعل منها. لازم يلوم نفسه عن اقتناع، مش مسألة ظاهرية ولا مسألة شكلية ولا محاولة انه يقول كلام اتضاع. لا، الانسان الذي يلوم نفسه يتقدم في الفضيلة يوم بعد يوم، لانه باستمرار يقول انا لسه ما وصلتش،
انا لسه بدري عليا، انا جهادي ضعيف، انا صلواتي ليست كما يجب، انا اصوامي ليست كما يجب، انا علاقتي بربنا لازم تنمو عن كده، لازم علاقتي بالناس تكون احسن، في فضائل كتيرة انا ما اكتسبتهاش، انا لسه في الموازين الى فوق. يلوم نفسه باقتناع وباتضاع وبجدية وليس بمظهرية، يلوم نفسه داخل قلبه، ويلوم نفسه أمام الناس، ويلوم نفسه في صلاته أمام الله. وإيه تاني؟ والإنسان الخالي من البر الذاتي الذي يلوم نفسه يمكنه أيضا أن يتقبل الملامة التي تأتيه من الآخرين. في واحد باستمرار يقول أنا مظلوم، أنا الناس واقفين ضدي، أنا ما بعملش اجلس بينك وبين نفسك وحاول أن تأتي بالملامة على نفسك وأن تقبل الملامة التي تأتيك من الآخرين، وليس فقط أن تقبلها وإنما أن تعالج ما يقال لك من الآخرين إن كان ذلك حقا. يعني خد المسألة بموضوعية، إن واحد قال لك أنت غلطان في كده ما تزعلش، إنما فكر هل فعلا الحكاية دي موجودة عندي ولا لا، بكل نزاهة، فإن وجدت ده موجود عندك تشكر الشخص اللي نبهك انه نبهك لغلطة موجودة، وتحاول تعالج نفسك. وان كان فعلا الحكاية دي مش موجودة عندك ما تتأثرش كأنك لم تسمع. ان اردت انك انت تريحه اشرح له ان كان يقبل الشرح. لكن في نقطة مهمة في الموضوع ده، هل باستمرار الإنسان يلوم نفسه مفروض أن يكون بغير وسوسة؟ يعني بغير وسوسة يعني يكون عن حق، يلوم نفسه عن حق، في أخطاء عن حق. يعني مثلا افرض انك انت رفضت ان تجلس في مجالس المستهزئين، ناس دعوك لحفلة غلط فيها رأس فيها شرب فيها غلط وما رحتش، ما تقعدش بينك وبين نفسك تقول يا ده انا جرحت شعورهم، ده انا زعلتهم، ده انا كان اصول اجملهم. لا يا حبيبي، هنا لوم نفسك خطية. انت تلوم نفسك اذا ارتكبت خطية، لكن لا تلوم نفسك اذا بعدت عن الخطية. بنت يعكسها شاب فتنتهره فترجع تقول حرام ده انا جرحت شعوره. لا، اجرحي شعوره 100 مرة بس ابعدي عنه. لا تلومي نفسك على انك انت هربت من الخطية. فلازم الإنسان الذي يلوم نفسه لا يكون ذلك بطريق الوسوسة، أو لا يلوم نفسه إذا عمل بر مهما كان هذا البر يجرح شعور الآخرين، لأن الكتاب بيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، فإذا بعدت عن المعاشرات الردية لا تقل أنا جرحت شعور الآخرين وكان أصول أقعد معاهم. لا تلوم نفسك على بر، إنما تلوم نفسك على خطية. وبهذا الشكل الإنسان في مقاومة البر الذاتي وفي لوم النفس يكون حكيما ودقيقا وعلى معرفة وبميزان سليم يزن به الأمور. نكتفي بكده، تفضل صلي.
ربنا موجود. سرها تنتهي.